معكم الدكتور رائد أبو غوش، أخصائي الجهاز الهضمي والكبد والتنظير. حابين نتناول بعض الأسئلة الأكثر شيوعا عند مرضى المصابين بأمراض الجهاز الهضمي المناعي اللي هو قولون تقرحي وكرونز. في سؤال بحكي، هل يوجد أعراض غير هضمية عند مرضى القولون التقرحي وكرونز؟ بالتأكيد في أعراض خارج الجهاز الهضمي. ممكن يكون في عنا أعراض جلدية، طفح جلدي، ممكن يكون في عنا أعراض بالتهابات بالعيون بطريقة معينة عند مرضى القولون التقرحي وكرونز. أكيد في أعراض لها علاقة بالمفاصل زي آلام المفاصل أو حتى التهابات المفاصل وأسفل الظهر. ايضا ممكن تظهر عليهم ولو نادرا مشاكل بالقنيات المراريه. هل الحميه الغذائيه كافيه لعلاج مرض كرونز او قولون تقرحي؟ على قدر ما الحميه الغذائيه مهمه بالعلاج الا انها غير كافيه لوحدها لعلاج مرض كرونز او القولون التقرحي. بالتاكيد الحاجه للادويه مهمه ولازمه. هل يستطيع مريض القولون التقرحي او كرونز الصيام؟ بالتاكيد اذا كان مرضه في حاله خمود يستطيع الصيام. هل تؤثر الادويه لمرضى القولون التقرحي أو كرونز على المرأة الحامل بالنسبة للاجئينها؟ طبعا معظم الأدوية اللي بنستخدمها بشكل أو بآخر قد يكون لها تأثير على الجنين لكن بدون عمل تشوهات، بحيث أنها تكون آمنة حسب ما أشارت ووضحت معظم الدراسات. لكن المرأة الحامل يجب متابعتها من قبل أخصائي نسائية بالتعاون مع طبيب الجهاز الهضمي اللي بتابعها. هل ينتقل مرض سواء كان قولون تقرحي أو كرونز للجنين بالنسبة للأم الحامل؟ لا، إذا كان أحد الأبوين مصاب بمرض هضمي مناعي زي قولون تقرحي أو كرونز تزداد احتمالية إصابة الجنين جينيا بنفس المرض بعد الولادة، والإزدياد بحد الأعلى حسب النسب المعطاة بالدراسات لن تزيد عن 7%. هل الحمل يؤثر على شدة المرض بالنسبة للسيدات؟ للحمل بشكل عام عند المرضى المصابين قولون تقرحي أو كرونز يقسم لثلاث أقسام. ثلث من المرضى ممكن فعلا يصير عندهم نشاط للمرض وهذا بده متابعة بأدوية، وثلث المرضى بضل نشاط المرض ثابت سواء كان شديد أو عبارة عن خمود، والثلث من المرضى بتحسنوا في أثناء فترة الحمل، فمتابعتهم هي المهمة. سؤال جدا مهم، في حال مريض قولون تقرحي أو كرونز أوقف الأدوية. طبعا إذا أوقف الأدوية أهم سبب لحدوث نشاط للمرض أو النكسات زي ما بنسميها هي إيقاف العلاجات. هذا هو أكثر الأسباب شيوعا في العالم كله.